وحول مخرجات هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي. سيد ممدوح، بعد التحية، هل لك أن تحدثنا عن مجريات أعمال هذه الجلسة الطارئة واجتماعات اللجان المعقدة اليوم في البرلمان العربي؟ صلى الله مساءكم بكل خير. طبعا اليوم انعقدت جلسة البرلمان العربي الاستثنائية بخصوص ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعليه قرر البرلمان العربي توجيه عدد من القرارات، وهي يعني الإشادة بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في دفاعه عن وجوده وعن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتمسكه حقيقة بأرضه ومقاومته الاحتلال والتهجير، وفرض سياسة الأمر الواقع. ويؤكد كذلك البرلمان العربي التضامن والدعم التام مع السلطة الفلسطينية الشرعية والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع الشرعي عن النفس وإنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 العام 1948. ويعد هذا الملف حاضرا في كافة المشاركات الخارجية للبرلمان العربي. نعم، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.